كتير بنصحى الصبح مش حاسين بيومنا، وكتير نقول يومنا متلخبط. طب ما تيجي نرتبه وتيجي نظبطه قبل ما ننام، هنكتب احنا عايزين نعمل ايه تاني يوم، واول ما نصحى نبدا على طول نبدا يومنا بدري، نسمع موسيقى خفيفه، نلعب شويه رياضه بسيطه، نقول الورد بتاعنا، ونقول ان شاء الله يا رب عنا على اليوم ده ويبقى يوم حلو ويوم جميل. افتكروا ثلاث حاجات وثلاث نعم ربنا مديها لنا، صدقوني اليوم هيفرق معاكم كتير قوي. ونقول استعنا بالله، ويا رب نحتسب هذا اليوم لوجهك الكريم وعيني عليه، واللهم اني احتسبت عندك فعيني عليه وبارك لي في يومي، واني استودعت نفسي واهلي وجوزي وولادي فاحفظهم لي عندك حفظا يليق بعظمتك. هيفرق قوي معاكم الدعاء ده، وهتبدا يومك بشكل مختلف قوي. نقول بسم الله توكلنا على الله، وهنلاقي القوه جات لنا، وهنلاقي الشجاعه بقت عندنا مختلفه، هتقومي تعملي شغلك بنشاط، هتروحي شغلك بشكل مختلف، ونفطر وننزل جري ونبدا يومنا. صباحكم فل ويوم سعيد عليكم.